ورحمة الله وبركاته. معكم شي واش بنات ام جد من جديد. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم وصفة او ديسير ايطالي اللي كيجي رائع واكثر من رائع. ندوزو المقادير بحول الله. هي وصفة هو ديسير ايطالي اسمه تيراميسو. ندوزو المقادير بحول الله. كما كتشوفوا اليوم انا الوصفة ما غنصايبهاش بلونغ دو شا لان اصلا ما تيعجبونيش، ولكن انا غنصايبها بجينواز. هنا للسيدات اللي شاطره من الجينواز كتجي غزالة وكتجي زوينة. كما كتشوفوا لا جينواز غادي ننزلها، هي الجينواز المتعمده عندي اللي كندير بها لي غاطو ديال لانيفيرسير او لي غاطو ديال الحلويات. هنا كما كتشوفوا عندي كاس القهوه، كما كتشوفوا بارد، دوزت بجوج عواصق ديال القهوه في كاس الماء بارد. كما كتشوفوا عندي هنا ما يعادل 100 غرام ديال السكر كلاصي مغربل، قسمت هنا 50 50. هنا عندي ثلاثه البيضات، هنا عندي الصفار بوحدو وعندي البياض بوحدو. عندي ما يعادل هنا 200 غرام ديال فيلاديفيا، تقدروا ديروا ماسكاربوني او تقدروا جبنه جبلي. عندي هنا يعني ما يعادل 100 غرام ديال الكاكاو للتزيين، وهنا غنزيد اضافه اللي كتعجبني هي كراميل. كما كتشوفوا هذا النسلي، انا حبيت نوريه ليكو. انا غنقدمها في الكؤوس. اول حاجه كما كتشوفوا غادي نطرب البياض البيض مع قبصه ملح حتى يولا بحال الثلج، هو 50 سكر كلاصي. نمشيو مرحله مرحله. اول حاجه هنا غادي نديروا بياض البيض، هو اول حاجه غادي نطربوا مع قبيصه ديال الملح، لان ضروري نديروا قبيصه الملح في اي حاجه. وغندير معاها نبدا نطرب ونطلع 100 نزيد عليها 50 غرام ديال السكر. هنا كي كتشوفوا ولات ليا رغويه، دابا غنزيد 50 غرام ديال السكر كلاصي وانا كنطرب. كما كتشوفوا هنايا طربت البيض ديالي حتى ولا بحال الشاز كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. دابا غادي نغسل الباتور ديالي لان اختي نطرب الصفار حتى هو مع 50 غرام ديال السكر كلاصي. هنا كما كتشوفوا غسلت الباتور ديالي، كما كتشوفوا خليته نقي. غندير 50 غرام عفوا غندير ثلاثه الصفار البيضات ديالي. هنايا كما بالمناسبه السي جات كيعاونني في هاد التيراميسو، هي حتى هي الحلوه اللي عزيزه عليه وانا خصيصا صايبتها ليه هو. ها هو يلا قالوا لك صافي قلتها لهم. يلا كنتمنوا تشجعوا لي يا ولدي. يلا انا قلتها لهم، فرح مني قلتها لي. يلا لا بروشين فوا غندير لي توك وغادي نوريكم حتى هو كيصايب معايا. غادي نطلع هاد البياض الصفار ديالو الصفار. هنا كما كتشوفوا ها هو البياض ولات، شوفوا ولا ليا البياض صفر البياض على هذا الشكل هذا. دابا غادي نوقف على التضرب، غنوقف على التضرب وغنزيد فيلاديفيا، جبن فيلاديفيا. أحبائي أعزائي زدت جبنة فيلاديفيا اللي كتشوفوا على هذه البواطة هذه زدتها، ودابا غادي نطرب مزيان جيدا. المرحله اللي غادي هي اللي نتقاسمها معكم، هنا غنولى ناخذ البياض البيض وغنضيفوا الصفار البيض اللي ضربته مع جبنه فيلاديفيا، ويعني وغادي نديروا بشويه عليه، وانا كندير من تحت للفوق من تحت للفوق. كتشوفوا كنديروا بحال هكا من تحت للفوق من تحت للفوق باش الخليط ما يطيحش ليا، يعني ديك التمارة كامله اللي ضربت ما تمشيش ليا في الخوا الخاوي. غادي نكمل ونتلاقاو تنكمل الخليط كامل. تشوفوا معايا الخليط ديالي صار واجد ديال الكريمه ديالي ديال الصفار البياض والكريمه الجبن. هنا كما كتشوفوا عندي النسلي ديال الكراميل، وهنا عندي لا جينواز. اول حاجه هذوما الكؤوس غنبدا دابا في التغيساج ديالي. غادي ناخذ انا هذه قطعتها على شكل على شكل اللي غادي ندير فيه، غادي نخشيه بحال هكا بحال هكا لا جينواز ديالي خاصها تكون سارده، وغادي نخشاها مباشرة هكا، نخشاها عشوائية كما كتشوف. إن أنا غادي نديرها في الكيسان، وغادي نبدا ناخد بشوية بشوية، غندير الخليط ديالي، وخا تحطوه عشوائي ماشي مشكل. أنا كنت غندير هاد لا فيديو لايف مباشرة في القناة، ولكن لضعف أن الكونيكسيون عندي ثقيلة سي بوغ سا انني درت ليه. وعمرت الكاس هنا لقات يعني لا جينواز لتحت،
هنا الطبقة ديال الكريمة، هنا الطبقة ديال الكريم كراميل اللي بغيتو ديروه ما ديروش، ما بغيتوش ما ديروش، انا هنا كيعجبني. وغادي نضيف دابا لا جينواز ديالي هنا، واخا نقدر ندير اطروفه عشوائيه، نعاود نخشيها حتى هي في القهوه كما قلت، العصرها ضروري الحقيقه. هذا ماشي لي بودوار، لي بودوار كيشربوا هادو كيشربوا كيبقاو يقطروا. غادي نديرهم بحال هكا كما كتشوفوا باش نقاد لها الوجه ديالها. ناخذ مغص اخر نقادو ونحطو ندير الطبقه الاخيره. يا احبائي هنا كملت الكاس ديالي اي التزيين ديالي كما كتشوفوا، هذا هو الكاس كما كتشوفوا صار واجد. غادي نكمل تتمه الكؤوس ديالي كاملين وغادي ندخلهم الثلاجه يبردوا لمده 6 سوايع على الاقل، وعافش غادي نقدمهم. الوقت اللي غنبغي نقدمهم غادي نرشفق منهم شويه الكاكاو ونقدمهم هما باردين ونتلاقاو عند الشكل النهائي ديال كؤوس تيراميسو. شوفوا احبائي اعزائي، وهذا هو الشكل النهائي ديال كؤوس تيراميسو. غادي ندخلهم دابا للثلاجه يبردوا ليا مزيان ونتلاقاو ان شاء الله ملي غادي نزين فيهم ونقدمهم ان شاء الله. كي كتشوفوا معايا بعد ما بردت ليا تيراميسو ديالي انا خليتها ليله كامله، وهنا درت لها في الاخير زوقتها بالبودر كاكاو ومخلط مع الكاكاو ديال كوبيل. كنتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم وتنال ارضاكم وتبارطاجيوها مع اصحابكم واحبابكم. ما تنساوش تعملوا لايك وتضغطوا على الجرس باش دائما توصلوا بالجديد، وتعملوا اشتراك للقناه وتبارطاجيوها في المواقع الاجتماعيه. كما قلت لكم هاد لا جينواز انا استغليتها ولا عندي طبق راقي وامام طون زوين بارد هكا لفصل الصيف. تنتمنى تعجبكم الفكره وتنال ارضاكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الى فيديو قادم بحول الله. رائع رائع ما بين لا كريم الكريمه والنيسلي اللي درت ديال الكراميل والكاكاو، جا واحد المذاق رائع شي كيكمل شي. تنتمنى تجربوها وغتحصلوا على نفس النتيجه اللي حصلت عليها، رائعه رائعه.